ومن كلام له لما أشير عليه بأن لا يتبع طلحة والزبير ولا يرصد لهم القتال، وفيه يبين عن صفته بأنه عليه السلام لا يخدع. والله لا أكون كالضبعي تنام على طول اللدم حتى يصل إليها طالبها ويختلها راصدها، ولكني أضرب بالمقبل إلى الحق المدبر عنه وبالسامع المطيع العاصي المريب أبدا حتى يأتي علي يومي. فوالله ما زلت مدفوعا عن حقي مستأثرا علي منذ قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله حتى يوم الناس هذا.